أنا شحادة شلالدا، صانع الآلات الموسيقية مختص بعائلة الكمان والفيولا والتشيلو اللي بنختصرها بعائلة الكمان، وأنا صانع الكمان الوحيد الموجود برام الله. أنا درست عازف، الكل كان مهتم إنه هاي الآلة كيف بتنعزف عليها، أنا من البداية كنت مهتم إنه كيف هاي الآلة بتنصنع. كنت أواجه مشكلة إنه ما كان في حدا في البلد يصلح حالة الكمان. هي كانت الفكرة إنه الكمانجاتي كان يجيب صناع من برا يجي يصلحوا هاي الآلات للمركز، فكان صعب الموضوع، يا إما يودوه للداخل المحتل يا إما يودوه يجيبوا صناع من الخارج يجي يصلحوا هاي الآلات. هي كانت الفكرة إنه يوجد الصانع هنا اللي يعتمدوا عليه الموسيقيين في فلسطين كاملة. قررت أن أدرس دراسة علمية، فأخذت منحة من مؤسسة عبد المحسن القطان والكمانجاتي أني أدرس في بريطانيا. فبعد ما خلصت دراستي بال 2012 رجعت فتحت أول مشغل لصناعة الكمان في رام الله. المشغل هذا بالنسبة لي عالمي، اللي بقضي معظم وقتي فيه لأنه بعتبره أنه هذا المختبر تاعي اللي بنجز فيه الإشي اللي بحبه واللي درسته. بلاقي شغفي بهذا المكان أكثر من أي مكان تاني. بعدين من هذا المكان بنتج آلات بعتبرها كابن من أبنائي هاي الآلات اللي بتمثلني وبتمثل بلدي. لما موسيقي أو عازف من برا فلسطين زي من أمريكا أو يعزف عن آلة مصنوعة في فلسطين، فهذا كتير جدا بفتخر في هذا الحكي. لما نبلش نصنع كمان أول إشي بنروح على المنطقة اللي بنختار منها الأخشاب، فهي إحنا بنختار مناطق الجبال بين ألمانيا وفرنسا، بنختار خشب القيقب، وخشب الوجه بنجيبه من وادي اسمه وادي فيمي في إيطاليا، في شمال إيطاليا. كل صانع له بصمته في الأخشاب، فهي هاي مرحلة صعبة جدا. بعدها بتيجي مرحلة اللي هي الصناعة اللي بتستغرق تقريبا 3 أشهر، صناعة الكمان من بين رسم الكمان وبناء الأضلاع والظهر والوجه. بعدها بنعمل الراس الكمان وبنجمعه، بعدها بتيجي عملية طلاء الكمان اللي بتستغرق كمان أسبوع. فهي كاملة لما تكون جاهزة للموسيقي بتكون بدها 3 أشهر تقريبا. المشاكل اللي بواجهها هي عدم وجود المواد الخام الموجودة في البلد هون، مش موجودة مش متوفرة، إنه صنعة غير متوفرة هي موجودة في البلد. كمان الأحداث اللي بتصير عندنا زي الإضرابات، التسكيرات، صعوبة التنقل بين المدن، لأنه الموسيقيين أنا مش بيجوني بس من رام الله، الموسيقيين بيجوني من نابلس، من حيفا، من الناصرة، بيجوني هون ليصلحوا آلات الموسيقية. فبسبب الأحداث والتسكيرات هذا جدا بتأثر علي هاي الأمور، وخاصة بخلال الحرب هاي. جديد افتتحت مقهى جنب مشغلي بتيح للموسيقيين كمان يعزفوا فيه، وكمان معظم الموسيقى اللي راح تكون بهذا المكان موسيقى أو غناء من موسيقيين فلسطينيين راح يكون، والهدف من هذا الكافيه إنه نشر الثقافة الفلسطينية والثقافة الموسيقية بين كل الناس، حتى اللي بحب يقرأ بحب مكان هادي بجو البلدة القديمة، فهذا المكان متوفر يعني موجود. هي الموسيقى هي الرسالة أو هي لغة كل الشعوب، يعني كل حدا عنده رسالة يقدمها. مثلا الرسام بيقدم رسالته بالرسم، والعازف بيقدم رسالته بالعزف، مثلا
أنا كصانع بقدم رسالتي في صناعة الآلات الموسيقية، بصنع آلات هون بجودة عالية ومصنوعة صنعت في فلسطين. كثرة وجودنا في هاي البلد كمان.